هاي يا حلوين، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله رب تكونوا كلياتكن منيح. حضرت لكم اليوم جاتو الفريز فانيلا مع ستروبيري، احلى كومبينيشن بمكونات كتير بسيطة وموجودة اكيد عندكم بالبيت. يمكن بس تضطروا انكم تشتروا علبة فريز. احضروا الفيديو للاخير تتعرفوا كيف عملت هيدا الجاتو. الوصفة منحتاج بيضتين، كباية سكر، نص كباية زيت نباتي، كباية لبن، حوالي كبايتين طحين، ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقتين صغار بيكنج باودر، وأكيد أكيد بدنا الفريز. منبلش الوصفة بخلط البيض، السكر والفانيلا. بدنا نخلطهم كتير منيح بالميكسر، او فيكن اكيد تعوزوا الويسك يلي انتو بتفضلوه، حتى يصير الخليط هيك لونه على اصفر فاتح. برجع بضيف عليهم اللبن، كباية لبن، وانا عم بخلط اللبن بزيد الزيت. بعد ما اكون خلطت كل هول المكونات بدي بلش زيد الطحين، بس اهم شيء انه ننخل الطحين على مراحل مشان ما يتكون عنا كتل. لاحظوا كيف انا حضيفه على مراحل، بنخل شوي بخلط برجع بنخل الكمية يلي فضلت، وبالاخير منضيف البيكنج باودر. بنخلطهم كتير منيح. طلعوا على قوام هيدا الخليط ليكم احلاه، هيك بتحسوا انه متماسك، يعني منه سايل، بتحسوا هيك شوي على جامد معكم. بتحضروا اكيد القالب، انا حطيت ورقة زبدة، اذا بتحبوا اكيد فيكم تحطوا تدهنوا زيت مع ترشوا شوية طحين. بنحط تقريبا نص الكمية، بنمدها منيح مثل ما كن شايفين، وبنحط هلأ بالنص الفريز. بس طلعوا انا كيف مقطعة هيدول الفريز. الفريز اللي بدي حطه بالنص مقطعته هيك صغير، يعني مكعبات صغيرة، بحطهم هيك بطريقة متساوية فوق اول لاير من الخليط اللي عنا. هلأ اكيد بدي ارجع غطيهم بالكمية اللي فضلت. للوجه لاحظوا انا الفريز هيدول كيف مقطعتهم مثل هيك شرائح رفيعة، غير عن اللي حشيناهم. وبدنا نبلش نحطهم على الوجه. بتحطوهم بالطريقة يلي انتو بتحبوها، فيكن تحطوهم عشوائيا، تعملوا على شكل وردة يلي انتو بتفضلوا. هلأ بما انه جهز القالب بدنا ندخله على الفرن. الفرن منحميه قبل على درجة الحرارة 180. بنحط الجاتو بالرف الوسط من الفرن، ومنكون مندورين الفرن بس من تحت. بياخد الجاتو حوالي 50 دقيقة لساعة لحتى يستوي. بنتأكد اكيد بالتوثبيك بنحطها بقلب الكيك لما تطلع ناشفة ما عليها شي، يعني استوى. اكيد بعد ما يبرد الجاتو بصير فينا نفتح القالب. طلعوا ما احلاه كيف بيطلع بكل سهولة، جاتو جدا رائع عن جد يعني، وبطريقة ولا اسهل. وبالاخر اكيد فينا نرش عليه هيك السكر ناعم، بيطلع كتير طيب معه وبيعطيه شكل حلو للتقديم. طلعوا كيف بتطلع القطعة بكل سهولة، عن جد كتير كتير فلافي، ليكو هالتكستشر ما مقبول. جاتو كتير فلافي، كتير طري وسوبر فريش، لازم تجربوه. اذا جربتوه ما تنسوا تبعتولي صور على الانستغرام اكاونت تبعي، تعملوا لايك للفيديو هون على يوتيوب، واكيد تعملوا لي سبسكرايب لوصفات جدا طيبة وسهلة واكيد بكلفة قليلة.